نبدأ الجولة معك من السودان، ومنها نقرأ عدم توافق الآلية الثلاثية على أسس الحل من أكبر المعوقات. أكد عدد من القوى السياسية أن عدم وصول دعوات للأحزاب السياسية وإعلانات الرفض التي خرجت من كثير من الأحزاب الفاعلة في المشهد السياسي مؤشر واضح لعدم نجاح الترتيب لقيام اللقاء التحضيري للآلية الثلاثية الذي كان من المقرر قيامه اليوم، فيما لم تعلن الآلية حتى الآن عن أسباب تأجيله. حسب مصادر تحدثت للسوداني، فإن عدم التوافق بين يونتيمس والاتحاد الأفريقي على أسس الحل السياسي السليم من أكبر المعوقات التي تعطل قيام اللقاء التحضيري. أستاذ عبد الرحمن، يعني هذا الارتباك الذي يحيط بالآلية الثلاثية ألا يهدد العملية السياسية برمتها، العملية السياسية المرتقبة؟ أنت تعلمين أن أكبر الفاعلين في هذا الملتقى التحضيري المرتقب عقده ليست الآلية الثلاثية، وإنما هم الأطراف السودانية. وتعلمين أن الأطراف السودانية ليست على قلب رجل واحد، وأن التصدعات لم تعد بين مكون وآخر، بين مدني وعسكري، وإنما التصدعات أصابت حتى المكون المدني نفسه. لو نظرت إلى قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ربما لا تحتاجين إلى كثير عناء لتبصري أن المواقف باتت متباينة إلى درجات متباعدة. من ذلك مثلا أن الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ولجان المقاومة أعلنوا قولا واحدا أنهم لن يشاركوا في هذا الملتقى التحضيري، وكذلك المؤتمر السوداني، وكذلك حزب البعث العربي. ربما الوحيد الذي قال أنه يرحب بالملتقى التحضيري لكنه قال ينبغي أن تكون هناك مهيئات ومناخات، ربما هو حزب الأمة. الآخرين نعود عليه هذا الموقف وقالوا أنه أن الحزب يريد أن يشارك من غير أن يكون لديه تحفظات على الأطراف المشاركة، تلك الأحزاب التي كانت جزءا من المشاركة مع المطور الوطني حتى سقوطه، ما ينبغي لها أن تشارك. وقالوا أن حزب الأمة لم يبدو تحفظا على هذا، بل اليوم أحد المصادر من المجلس المركزي لحرية التغيير قال أن حزب الأمة يقترب من مقادرة المجلس المركزي للحرية والتغيير. بل ربما رباح صادق المهدي أحد القياديين في حزب الأمة أبدت حسرة وقالت أنه ما ينبغي لحزب الأمة مهما تباعدت المواقف أن يبتعد عن التحالف قوى الحرية والتغيير. آلية الثلاثية نفسها أنت تعلمين أنها أنشئت مراقمة، وأنشئت كذلك قهرا وجبرا لا رضا. أصلا كان الآلية المشرفة هي بعثة يونتيمس، ثم جرى استدعاء الاتحاد الأفريقي لكل جزء من الآلية، ثم كذلك جرى استدعاء إيجاد، ومن ثم فالآلية نفسها ليست على قلب رجل واحد، ولذلك ليس أمرا مستبعدا أن يكونوا غير متفقين على آليات الحل، رغم أن المحاور قد تم تحديدها في وقت سابق أن تكون هناك ترتيبات دستورية، وأن يكون هناك اتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء، أن يكون هناك برنامج لإنجاز مهام الانتقال، أن تكون هناك ترتيبات لإجراء انتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. هذه هي المحاور التي تحددت في وقت سابق. إذن محاور تم تحديدها سابقا، وأيضا تحدثت عن أن الأطراف السودانية ليست على قلب رجل واحد، وأيضا أن الآراء متباينة وقراءة لخروج حزب الأمة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. الشروط التي وضعتها قوى الحرية والتغيير، هل في رأيك هي موضوعية؟ طبعا قوى الحرية والتغيير ربما هي بين مطرقة وسندان، هي تريد أن لا يفوتها الحوار، ولكنها في نفس الوقت تريد أن تقول للجان المقاومة في الشارع أنها معهم ومع لاءاتهم. بل إن تجمع المهنيين أضاف لاء الرابعة إلى اللاءات الثلاثة السابقة. اللاءات الثلاثة السابقة كان لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، قالوا لاء الرابعة ولا مساومة على أرواح الشهداء ولا الجرحى. وقوى الحرية والتغيير قالت أنها الآن تريد للملتقى التحضيري للآلية الثلاثية ابتداء أن ينعقد مؤتمر تحضيري للمكون المدني ابتداء.
حتى يتم تقريبه شهادة النظر، من بعد ذلك ينظر في الملتقى الإضافي لا يكون هناك الأمر ملتقي ما بين المكونين المدني والعسكري. قوى الحرية والتغيير اجتمعت أكثر من مرة ولم تستطع أن تخرج برؤى موحدة، وقالت أنها تريد في اجتماع لاحق أن تحدد شروط الموضوع، لكنها في كل مرة تقول أنها مع الشروط الأساسية حددتها به، في حالة الطوارئ، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تقصي الحقائق بشأن قتل المتظاهرين، ووقف العنف في مواجهة المتظاهرين. قالوا أنه الأطراف الرئيسية الفاعلة مثلا حزب المؤتمر السوداني وحزب البعث، قالوا أنهم لن يجلسوا إلى حوار يريدوا أن شرعين للإنقلاب، وأنهم فقط سيجلسوا في حالة أن الإنقلابين يريدوا تسليم السلطة للمدنيين. هناك تباين إذن للاختلاف، مصر أصعب من النصر بالنسبة للحرية والتغيير في رأيك؟ والحرية والتغيير لا تريد أن توصم وأن توصم بأنها رافضة للحوار، وكذلك لا تريد أن توصم وأن توصف من قبل لجان المقاومة في الشارع أنها هرولت الحوار. دعنا نتحدث عن الدعم الخارجي الكبير والذي تحظي به الآلية الثلاثية. هل يمكن أن يكون جاذب هذا الدعم الخارجي؟ هل يمكن أن يقنع الرافضين للانخراط في العملية؟ إلى يوم أمس السيدة كان مولي في مساعد وزير خارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية وفي اتصالها بالسيد البرهان، قالت أنها داعمة للملتقى التحضيري للآلية الثلاثية، وأهابت بالأطراف السودانية أن تسارع للمشاركة في هذا الحوار، وقالت أنها تريد حوارا ذو مصداقية وأن ينجو معناته تكون حكومة ذات مصداقية، وهذه الحكومة أن فعلا أن تكون عودة إلى التحول الديمقراطي وإلى الانتقال المدني. وقالت أن المساعدات للسودان لن تعود مجددا ما لم يتم يكون هناك تحول حقيقي نحو الانتقال المدني والديمقراطي. صندوق النقد والبنك الدولي، وكان هناك 10 ممثلين تذكرين كانوا قبل أيام قد التقوا قبل العيد من الاتحاد الأوروبي ومن بريطانيا ومن المملكة المتحدة ومن النرويج ومن فرنسا وألمانيا، قالوا بعبارة واحدة أن المساعدات لن تعود للسودان ما لم يتم التوصل لحل يعبر بالسودان العزم السياسي، وقالوا أن أمام السودان فرصة أن يتم التوصل إلى حل قبل حلول يونيو القادم، لأن الحل إذا لم يكن قبل يونيو القادم فإن السودان سيفقد فرصة شط بدين خارجي قدره 30 مليار دولار كان البنك الدولي وصندوق النقد قد التزما بها في وقت سابق. إذا تجاوز الحل هذه المدة الزمنية يونيو القادم فإن السودان سيفقد فرصة وميزة أن يشطب هذا الدين الخارجي.